أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: رجل جامع زوجته وهي حائض وهي راضية وهو راض أيضا، هل عليه حرج؟ وماذا يلزمه وماذا يلزمها؟ عليهم التوبة إلى الله، لأن الله حرم هذا. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، اعتزلوا النساء، اعتزلوا، هذا أمر من الله، اعتزلوا النساء في المحيض يعني في الفرج، فلا يجوز أن يجامعها في فرجها، أما أن يستمتع منها بما عدا ذلك فلا بأس، أما الجماع في الفرج وهي حائض هذا حرام، نهى الله عنه. اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فوطئ الحائض حرام، وإذا تعمد هذا هو وهي فإنهما يأثمان، وعلى كل واحد منهما الكفارة، وهي مقدار مثقال من الذهب، مثقال من الذهب أو قيمته أو نصف المثقال مخير، إن شاء أخرج مقدار المثقال أو قيمة المثقال، وإن شاء النصف من ذلك. نعم.